يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. اهلا وسهلا بكم في برنامج شخبار هوليوود، واللي راح نسولف فيه بشكل مختصر وسريع عن عالم هوليوود والسينما والتلفزيون بشكل عام. ما ودي اطول عليكم في الكلام، اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. ولا هم من هذا كله، لو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك لانه مره مهم، مساعد كثير. غير كذا يلا بينا نخش على الاخبار. الخبر الأول، استطاعت شبكة NBC الحصول على حقوق إعادة إنتاج مسلسل The Office. راح يتم إنتاج مسلسل The Office بطاقم عربي كامل متكامل وتحت مسمى المكتب، علما يا جماعة أنه مسلسل The Office في الأصل بريطاني وتم إعادة إنتاجه في أمريكا، ويقال أنه نسخة مسلسل The Office البريطانية اللي هي الأصلية مقتبسة في الأصل من مسلسل أو من عمل ياباني مشابه. بريطانيا اقتبست العمل من اليابان، أمريكا أخذته من بريطانيا، NBC أخذته من أمريكا، كله يقتبس من الثاني والأمور ماشية. جيمي كاميل المقدم الشهير لبرنامج ليت نايت يستضيف في برنامجه مشاهير ويجلس يسولف معاهم وينكت، وبرضه يناقش قضايا اجتماعية في الشارع الأمريكي وغيره. صرح أنه دائما يفكر بترك البرنامج ويترك المجال تماما، مجال الكوميديا ومجال العروض التلفزيونية، وقال أنه في أي لحظة راح يتخذ هذا القرار، حيث صرح قائلا: يا جماعة يعني أنتم متوقعين أني حجلس هنا للأبد؟ أكيد حمشي في أي لحظة، بس متى الله أعلم، بس حمشي ما فيها كلام. جدير بالذكر يا جماعة أنه ثروة جيمي كامل تصل إلى حوالي 50 مليون دولار، معظمها جاته عن طريق برنامجه هذا اللي له فيه تقريبا 19 سنة. من جديد، منع فيلم باز لايتير من الصين، وكذلك فيلم مينيونز القادم من الصين، بسبب ظهور مشاهد تدعم المثلية، ويشاع برضو أنه الفيلم قد يتم منعه في دول أخرى لنفس السبب. فيلم توب جون مافريك للنجم الكبير توم كروز صدر قبل عدة أيام، وفجأة أم شباك التذاكر شر تفجير، لا مو شر تفجير، خير تفجير. ما حد أبدا يا جماعة كان متوقع لهذا الفيلم هذه الافتتاحية العظيمة. أي نعم توم كروز له سمعته له قيمته، بس ما حد كان متوقع هذه الافتتاحية العظيمة. فيلم وصفه كثير من النقاد والمراجعين بأنه أحد أفضل أفلام العشر سنوات الماضية، وأنه جاء بمثابة إنقاذ للسينما بعد عهد طويل من الأفلام التعبانة، يقصدون من بعد فترة كورونا. الفيلم يا جماعة في أول أسبوع له قدر أنه يحصد حوالي 400 مليون دولار عالميا، ووصل تقييمه في موقع IMDB الى 8.7 من 10. ياب، تقييم مرة ممتاز. وبالرغم من انه الفيلم هذا نزل منه جزء اول سنة 1986، الا انه كثير من المتابعين والنقاد والمراجعين قالوا انه مو لازم تتابع الجزء الاول علشان تتابع الجزء الثاني. في حال انك تبغى يكون عندك فهم واستيعاب اضافي للقصة، تابع الجزء الاول وبعدين تابع الجزء الثاني. ديزني يا جماعة متحمسة جدا لاطلاق النسخة الدموية والكوميدية من ديدبول الجزء الثالث. كثير من الجمهور كان عندهم تصور انه ديدبول راح يظهر في الجزء الجديد من فيلم دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس، وبالفعل ديزني كان عندها رغبه انها تظهر ديدبول داخل هذا الفيلم، ولكن في لحظه ما قررت ديزني وقالت: يا جماعه مش فكره كويسه، بحكم انه اجواء الفيلم جدا سوداويه ومظلمه ومليئه بالفوضى، وديدبول شخصيه مرحه اكثر من اللازم، فما ينفع ندخلها في هذا الفيلم. ولكن ليش نزعل لعدم ظهور ديدبول في هذا الفيلم؟ قريبا راح يتم الاعلان الرسمي لموعد عرض الجزء الثالث من فيلم ديدبول، واللي صرح راين رينولدز وقال انه راح يكون متوجه بشكل مختلف تماما عن الاجزاء القديمه، راح يتم ربطه بعالم مارفل السينمائي وعالم الاكس من بشكل مباشر هذه المره. قبل ايام قليله انطلق الموسم الثالث من مسلسل ذا بويز اخيرا، ونزلت 3 حلقات منه دفعه واحده على منصه امازون برايم، تقدر الان بعد هذا الفيديو تروح تتابعه مباشره. ولكن احب اذكركم يا جماعه انه مسلسل ذا بويز مسلسل جدا دموي وعنيف ومليان جثث وشظايا واعضاء بشريه تتطاير في الارجاء، فضلا عن انه مليان مشاهد جنسيه مقززه مثل ما وصفها الكثير من الجمهور. فقبل ما تتابعه اعمل حسابك انت بتتابعه مع مين. جدير بالذكر يا جماعه انه مسلسل ذا بويز الموسم الثالث ينزل بشكل اسبوعي على منصه امازون برايم كل يوم جمعه. فيلم موربيس يا جماعه بعد فشله الذريع في شباك التذاكر والتقييمات والمراجعات، قررت سوني انها راح تعيد طرحه في صالات السينما في نهايه الاسبوع الماضي، ومثل ما كانوا متوقعين الفيلم ما حقق إلا حوالي 85 ألف دولار أمريكي في أكثر من 1000 صالة سينما. 1000 صالة سينما أعادت عرض الفيلم ما جاب إلا 85 ألف دولار
فقط. الفيلم حصل على تقييمات ومراجعات جدا جدا سيئة، حاليا تقييمه على موقع IMDb حوالي 5/10. مسلسل أوبي وان كنوبي المشتق من عالم ستار وورز، للأسف الشديد وبعد الحماس والتطلعات الكبيرة من المعجبين، إلا إن المعجبين منزعجين جدا جدا من ضعف العمل من عدة نواحي. البعض قال الحوارات في هذا العمل سيئة جدا وما فيها أي شيء مميز، وبعضها تدعو للضحك من شدة سوءها. والبعض الآخر قال يبدو أن كتاب المسلسل والمخرجين ما يعرفون وش يعني عالم ستار وورز. والبعض الآخر برضو قال شخصية أوبي وان كنوبي شخصية جدا جدا رائعة ولها تاريخ رائع في عالم ستار وورز، ولكن للأسف المسلسل هذا يعتبر إهانة لشخصية مثل شخصية أوبي وان كنوبي. جدير بالذكر يا جماعة أنه مسلسل أوبي وان كنوبي حصل على تقييم 7.8/10 على موقع IMDb، واللي يعتبر في مجال المسلسلات والتلفزيون جدا ما هو كويس. ذا روك أو الصخرة بطل فيلم دي سي القادم بلاك آدم صرح وقال إنه صناع الفيلم فصلوا له بدلة تحتها بطانة تبرز عضلاته. هو عنده عضلات بس في بطانة تحت البدلة تطلع عضلاته زيادة لأنه الشخصية مرة معضلة، ولكن الصخرة قال لهم لا 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 الكلام هذا ما يصلح، شيلوا البطانات، أنا إنسان جدا معضل، راح أتمرن زيادة علشان أبرز عضلاتي وألبس البدلة من دون أي بطانات. جدير بالذكر يا جماعة إنه فيلم بلاك آدم راح ينزل التريلر الأول له يوم 8 يونيو، واللي أنا شخصيا متحمس له والمجتمع السينمائي متحمس له ومجتمع ومحبين عالم دي سي جدا متحمسين له، نتمنى لهم التوفيق. جورج آر آر مارتن كاتب رواية الجليد والنار والمشتق منها مسلسل صراع العروش ومسلسل هاوس اوف ذا دراجون، يقال انه شاهد معظم حلقات مسلسل هاوس اوف ذا دراجون وعلق قائلا انه المسلسل اعجب من جميع النواحي. وهذا الشيء للامانه ما هو جديد على مسلسل مقتبس من رواية هذا الانسان والكاتب العبقري جدا، فضلا عن انه المسلسل راح يكون من انتاج HBO الشبكة الغنية عن التعريف. جدير بالذكر يا جماعة انه يفصلنا عن مسلسل هاوس اوف ذا دراجون حوالي اقل من 3 اشهر. اشاعات تتجول في الارجاء وتقول انه فيلم الجوكر الجزء الثاني قد يتم الاعلان عنه في اي لحظة. ما فيه شيء رسمي، ما في شيء مكتوب، ولكن بعض التقارير تقول انه احتمالية الاعلان عنه جدا جدا قريبة وراح تكشف لنا الايام. فيلم ذا فلاش واللي راح ينزل سنة 2023 قررت استوديوهات وارنر برادرز انها تسوي له عرض تجريبي امام مجموعة من المشاهدين، والجميل في الموضوع انه المشاهدين او الناس اللي قدروا يحضروا العرض التجريبي الاول اعجبوا جدا واثنوا على هذا الفيلم كثيرا. ولكن قد تكون هذه الاخبار فعلا حقيقية وقد تكون اشاعة للتسويق المبكر لهذا العمل، الله اعلم. واخيرا يا جماعة جوني ديب ينتصر في قضيته على امبر هيرد طليقته السابقة. في سنة 2012 يا جماعة جوني ديب وامبر هيرد بدأوا يتواعدوا. في سنة 2014 جوني ديب وامبر هيرد انخطبوا. في سنة 2015 جوني ديب وامبر هيرد تزوجوا. في سنة 2016 بدأت تنتشر اشاعات طلاقهم، يا لهوي بالسرعة دي. في سنة 2017 تطلق جوني ديب وامبر هيرد رسميا واتهمته بانه يضربها ويعنفها وانه سوى فيها مشاكل كثيرة، وانتشرت لها صور وهي عليها كدمات على وجهها. الموضوع عدى على خير وانفصل الاثنين وكل واحد راح في حال سبيله. في 2018 كتبت امبر هيرد مقال في صحيفة ذا سن البريطانية واشارت بشكل مباشر انها تعرضت للعنف المنزلي، تقصد جوني ديب بس ما قالت جوني ديب. وفي سنة 2019 قرر جوني ديب انه يرفع قضية على امبر هيرد وعلى صحيفة ذا سن البريطانية وطلب منهم تعويض 50 مليون دولار، لانه امبر هيرد بعد ما كتبت هذاك المقال والتقرير في صحيفة ذا سن البريطانية جوني ديب سمعته صارت سيئة جدا، وكثير من الشركات الغت عقودها معاه وادوار كثيرا انسحبت منه. في سنة 2020 فازت امبر هيرد وصحيفة ذا سن البريطانية على جوني ديب في بريطانيا، بالرغم من انه جوني ديب كان عنده ادلة وتسجيلات واشياء كثيرة، ولكن صحيفة ذا سن وامبر هيرد بواسطة المحكمة البريطانية فازوا. كيف؟ لا تسألني. وفي سنة 2022 بدأت المحاكمة الرسمية في أمريكا اللي هي محاكمة التشهير اللي رفعها جوني ديب على أمبر هيرد. هي تقدم أدلة وهو يقدم أدلة، هي تجيب صور وهو يجيب شهود، هي تقول كلام وهو يقول كلام، بلا بلا بلا، إلى أن انتهت أخيرا المحاكمة بفوز جوني ديب على أمبر هيرد. وحكمت المحكمة رسميا بفوز جوني ديب بناء على الأدلة اللي قدمها، وحكمت المحكمة برضو على أمبر هيرد أنها تدفع تعويض قدره 15
15 مليون دولار لجوني ديب، علما يا جماعة انه أمبر هيرد ثروتها حاليا ما تقدر الا بحوالي 8 مليون دولار. من وين تجيب الفلوس الباقية؟ الله اعلم، وقد يصل بها الحال الى الافلاس اذا ما نزلت عليها طبق بيض من ذهب. البيض العادي صار غالي، فما بالك يجيها طبق من ذهب. وبشكل عام الف مبروك لجوني ديب، وصرح وقال انه المحكمة رجعته الى حياته الطبيعية، وشركات الانتاج وشركات الدعايات بدأوا يعيدوا التواصل معاه، وراح نشوف جوني ديب مرة ثانية في الساحة السينمائية من جديد بشكل اقوى من ذي قبل. الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.